السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نستعرض لكم فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى، إذ تناول الكاتب عصام الياسري الوضع العراقي المعقد المليئة بالأزمات الخانقة على مدى العقدين الماضيين. ودعا الياسري في أثناء مقاله إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه شخصيات وقوى عراقية متنوعة من مثقفين وكتاب وصحفيين وممثلي منظمات حقوقية واجتماعية مستقلة لمناقشة الشأن العراقي العام والخروج من الأزمات المتفاقمة. هذا وشدد الكاتب على ضرورة معالجة الممارسات الخاطئة لمنظومة إدارة الدولة بما في ذلك التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودعا إلى تحميل الأغلبية الصامتة مسؤولية الوضع الراهن. من أجل عراق ودولة مؤسسات فاعلة، ألا يدعو الوضع العراقي المعقد والمليء بالأزمات الخانقة على نحو عقدين من الزمن أن يكون كل ذلك حافزاً لعقد مؤتمر وطني تشارك فيه شخصيات وقوى عراقية مختلفة الانتماءات، من بينهم مثقفون وكتاب وصحفيون وممثلو منظمات حقوقية واجتماعية مستقلة يتداولون الشأن العراقي العام للخروج من الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها الدولة والمواطن، أيضاً معالجة الممارسات الخطأ لمنظومة إدارة الدولة ومنها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحميل ما يسمى بالأغلبية الصامتة مسؤولية ما آل إليه موقفهم مما أرسى قواعد اللعبة بيد الأحزاب الطائفية والشوفينية للهيمنة على مؤسسات الدولة الثلاث والتحكم بالشأن السياسي والاقتصادي والأمني الذي يعاني منه المواطن والمجتمع. وينبغي على هذا المؤتمر أن يخرج بلائحة مبادئ مشروع وطني لأجل التغيير والبناء والإصلاح، مستهدفاً بذلك توحيد كلمة القوى الوطنية العراقية الخيرة للعمل المشترك لإنقاذ العراق وشعبه من طغمة فاسدة لا تملك من الحس الوطني مقدار ذرة سوى الدمار والخراب ونهب ثروات الشعب والوطن واللعب بمقدرات الدولة وأملاكها دون محاسبة قضائية. سلطت صحيفة طريق الشعب الضوء على مشكلة الحرائق المتزايدة في العراق في أثناء فصل الصيف التي تسبب خسائر كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير وتضر بالبنية التحتية ومصادر دخل كثير من الأشخاص. إذ أؤكد حيدر أحمد النوري مدرب إسعافات أولية وسلامة مهنية وعضو في جمعيات الصليب الأحمر أن البناء الجاهز الكرفاني يزيد من احتمالية حدوث الحرائق، ولا سيما لدى الدوائر الحكومية التي تعتمد على السقوف الجاهزة في الإضافات البنائية. أضاف رعد ناظم الموظف في قسم السلامة المهنية بأحدى المؤسسات الحكومية أن غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تتبع إرشادات الدفاع المدني بشكل كامل. في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يتزايد حدوث الحرائق في العراق بسبب عدم الامتثال لتعليمات السلامة العامة، الأمر الذي يسفر عن خسائر كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير، فضلاً عن إضراره بالبنية التحتية وبمصادر دخل الكثير من الأشخاص. وعن أبرز أسباب الحرائق يؤكد حيدر أحمد النوري مدرب إسعافات أولية وسلامة مهنية وعضو في جمعيات الصليب الأحمر أن البناء الكرفاني يزيد من احتمالية حدوث الحرائق، لا سيما لدى الدوائر الحكومية التي صارت تعتمد على الساندويتش بانيل في أي إضافات بنائية. ويقول النوري لطريق الشعب إن هناك مشكلة كبيرة في تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصيانة البنايات والأجهزة الكهربائية،
كما أن الكثير من الجهات الحكومية لا تكترث بقسم السلامة، ويوجه النور انتقاداً إلى الدفاع المدني متهماً إياه بأنه غير فعال، كما أنه لا يتفقد البنايات والشركات الحكومية والأهلية للتأكد من سلامتها. ويختتم مدرب السلامة المهنية بأن غالبية الجهات المعنية تتجاهل تأهيل البنية التحتية، ما يزيد من خطورة حدوث الحرائق، لذلك هناك حاجة ملحة لتحسين الإجراءات الوقائية والتدريب المستمر للتقليل من حوادث الحرائق وغيرها. في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، تناول الكاتب إعلان الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق تشكيل لجنة خاصة لممارسة الرقابة على ما ينشره أعضاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي. تدف هذه اللجنة إلى رصد أي إساءة مباشرة لأي رمز أو معتقد أو فكرة نيرة أو كل ما من شأنه أن يزعزع الهدوء الثقافي مع فصل الخلافات بين الأعضاء. وتبانت ردود الفعل بين منتقد وساخر ومرحب، إذ يرى بعضهم أن الخطوة تمس بحرية الإبداع والتعبير، في حين يراها آخرون ضرورية لضبط تصرفات الأعضاء وإلزامهم بقواعد السلوك الحسن. تداول المشهد الثقافي العراقي في الأيام الأخيرة وثيقة منسوبة إلى الاتحاد موقعة باسم أمين الشؤون الإدارية والمالية فيه جمال الهاشمي بتاريخ 4 حزيران يونيو الماضي، تتحدث عن تشكيل ما سمته لجنة تحقيق عامة تتألف من 5 أعضاء، وتتمثل مهمتها في النظر في شكاوى الأدباء المتعلقة بالجانب الأدبي والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وما يقرأ على المنصات الثقافية بما يسيء لسمعة الوطن ويمس بالقضايا الوطنية والرمزية، وضبط الإعلام الأدبي وتحقيق ثقافة رصينة لطرح الآراء ومناقشتها. وبينما لم يعلق الاتحاد رسمياً على الوثيقة، تراوحت ردود فعل الساحة الثقافية بين منتقد وساخر ومرحب أيضاً، فبينما تساءل البعض عبر حساباتهم في المنصات الاجتماعية عن المقصود بالقضايا الرمزية والوطنية والمعايير التي تقرر ما إذا كان منشور ما مسيئاً، معتبرين أن الخطوة تمس بحرية الإبداع والتعبير وتهدد بتحويل الاتحاد إلى مركز شرطة يقمع كل من ينتقد أنشطته وقراراته، رأى آخرون فيها خطوة ضرورية لضبط تصرفات بعض الأعضاء وإلزامهم بقواعد السلوك الحسن. الكاتب مثنى عبد الله ناقش في مقاله بالقدس العربي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية ولقائه الرئيس كيم جون أون في ظل الحرب على أوكرانيا والتوترات العسكرية بين الكوريتين. وهنا ذكر الكاتب أن الزيارة تأتي في وقت حساس تسعى روسيا لإنشاء تحالف قوي مع كوريا الشمالية لمواجهة العقوبات الغربية القاسية التي أثرت في القدرات العسكرية الروسية. وأوضح الكاتب أن كوريا الشمالية تمثل حليفا قويا لروسيا، لا سيما في توفير المعدات والذخائر، وأن التعاون الاستراتيجي بين البلدين يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ يعزز هذا التعاون موقف كوريا الشمالية من خلال دعم الروسي في مواجهة العقوبات الدولية. في ضوء الحرب في أوكرانيا، وجدت روسيا نفسها مضطرة للاقتراب من كوريا الشمالية، ليس فقط في مسألة التزود بالقذائف والصواريخ البالستية وحسب، بل هي ورقة مهمة على المستوى الجيوستراتيجي في الصراع مع الغرب والولايات المتحدة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية ليست وليدة الظرف الحالي، بل هي قديمة جداً، فقد لعب الاتحاد السوفيتي السابق دوراً مهماً جداً بعد الحرب العالمية الثانية في مساعدة كوريا الشمالية على قيام الدولة وتسليحها، بينما الولايات المتحدة واليابان دعما كوريا الجنوبية. وها هي روسيا اليوم تقول إنها تحترم العقوبات الأممية على كوريا الشمالية، لكنها في الوقت نفسه تلمح إلى أن هذا الموقف قد يتغير إذا استمرت واشنطن وحلفاؤها خاصة الآسيويون
اليابان وكوريا الجنوبية في النهج المضاد لها. لقد فقد الغرب كل أوراق الضغط على موسكو وبيونغ يانغ، ولم تعد لديه سوى الورقة العسكرية. فالعقوبات المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية حتى الآن غير ناجحة، والدليل أن روسيا استطاعت خلال العامين الأخيرين من التغلب على العقوبات، وما زال اقتصادها صامداً رغم تكاليف الحرب. نشر صحيفة تايمز البريطانية تقريراً عدته كونستاس كامفنر وأدم سيج، تناول تقرير المناخ المعادي للإسلام في فرنسا الإسلاموفوبيا الذي يدفع كثيراً من المتعلمين المسلمين الفرنسيين إلى الهجرة من البلاد بأعداد كبيرة. وقد صنف مؤلفو كتاب جديد هذه الظاهرة بأنها تجفيف للعقول. زعيمة التجمع الوطني ماري لوبان وأنصارها يعدون الإسلام تهديداً وجودياً للهوية الفرنسية، وقد طرحوا أفكاراً مثل منع الحجاب في الأماكن العامة ومنع بناء مساجد جديدة ومنع الأضاحي. وسواء أحقق اليمين الفرنسي المتطرف انتصارات في هذه الانتخابات البرلمانية أم لا، فإن مناخ الإسلاموفوبيا بيدفع المسلمين الشباب والمتعلمين إلى الهجرة إلى أماكن أخرى مثل بريطانيا وكندا. بحسب الكتاب الجديد، فرنسا نحبها ونهجرها، فإن ظاهرة هجرة العقول هي بمثابة تجفيف عقول ومنابع، وفي هذه الحالة فهي هجرة بلد غني إلى بلد غني آخر. وقال أوليفييه إستيفيز الأستاذ بجامعة ليل، واحد من المؤلفين المشاركين، إنه يخشى من انتصار التجمع الوطني والذي سيزيد من موجات الهجرة. وقال الذين يعارضون الهجرة يقولون عادة لم نعد نشعر كأننا في وطننا، وأضاف لكن هناك كثيراً من المسلمين الفرنسيين يشعرون أنهم لا يعيشون في وطنهم فرنسا، ويعيش في فرنسا أكبر مجتمع مسلم في أوروبا، تصل نسبتهم ما بين 7-10% من مجمل السكان البالغ عددهم 67 مليون نسمة. وكشفت دراسة مسحية أجراها إستيفيز أن 7 من كل 10 قرروا الهجرة اتخذوا قرارهم بسبب مناخ العنصرية والتمييز. تحدث الكثيرون عن مناخ معاد تجاه المسلمين، وقال إستيفيز سنرى في الأشهر المقبلة تزايداً في السلوك والكلمات المعادية للإسلام. وقال لقد كتبنا عن نساء بُسِق عليهن بسبب ارتداء الحجاب، وسيصبح هذا النوع من الأشياء أسوأ. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. شهدت مدينة إزمير غربية تركيا الأحد مسيرة بالسيارات والدراجات النارية لدعم فلسطين والتنديد بالهجمات الصهيونية على غزة، إذ خرجت المسيرة تلبية لدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها التركية. شارك فيها أكثر من 100 شخص بدراجاتهم وسياراتهم، وجابوا شوارع المدينة رافعين العلمين التركي والفلسطيني. هذا واختتمت المسيرة بتلاوة الأدعية وإقامة صلاة الغائب على الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في أثناء العدوان الصهيوني،
فمنذ السابع من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الصهيوني حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت حتى الآن أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني وما يزيد عن 10,000 مفقود، هذا فضلا عن نقص شديد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حتى حد المجاعة في شمال غزة. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أول الحرب انقصفت دارنا، وبعد 9 شهور قررت أن أفتح محلي. أصحابي أجوا قالوا ليش ما تفتح، ليش ما تعمل، ليش ما تسوي، حرام تضلك قاعد. المهم أجوا والله وساعدونا 100%، وفتحنا المحل وعزلنا، نظفنا، هذا كله إياته كان ردم والأهلهان الردم هيك. أجوا ساعدونا والله ونظفنا 100%، ودبرت حالي بمراية، وكان الكراسي تعوت مكسرات كلها يعني، ففكت كل الكراسي وجمعت كرسي واحد منهن، وهي زي ما انت شايف مكسر الكرسي وما كل هوا، بس مش مشكلة بسألي. الحمد لله رجعت فتحت محلي، والشباب يعني أجوا وظبط المحل وشي زيك، وصار يجي ناس وين والله اشتقنا لك ومش اشتقنا لك، والحمد لله بدوا زباين يرجعوا له 100%، وإن شاء الله لما تخلص الحرب حرجع أعمر محلي وأعمله أحسن من قبل. اللي كانوا ثور مغلبين، حسن اللي غلب. هو قاعد يتمنى من الله يطلع يروح عنده. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.